هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة، وصفات سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. النهاردة عندنا لوبيا. مش عارفة بقى اللوبيا ليها محبين كتير ولا ملهاش محبين كتير، ولو اني مرة طلعت كده، كنت طلعت على ستوري يعني، قلت انا مش بحب اللوبيا قوي، ماليش في الفاصوليا البيضاء برضو قوي، لكن بحب اطبخهم يعني، بحب قوي اعملهم، واقول ايه كل شوية كده اقول طب ما ارجع كده اجرب يمكن اتغيرت ولا حاجة. لقيت ليها محبين كتير بصراحة، ناس كتير جدا قعدوا يقولوا لي لا دي حلوة قوي واكلة شتوي جميلة وبتاع. فالنهارده عندنا لوبيا، عندنا رز حبة وحبة، أكلتنا النهارده أكلة مصرية دافية بيتي حلوة حلاوة. فيلا بينا بقى. أول حاجة هنعملها أكيد الرز اللي هياخد وقت، وبعدين ممكن نشتغل برضو إيه في اللحمة كده وإحنا بنحمر الرز، عشان الرز الحبة والحبة ما ينفعش إلا لما نكتر له الرز شوية اللي هنحمره، ونديله حقه في التحمير، نديله معلقه سمنه حلوه، ونشم ريحه كده التحمير بتاع الرز، وبعدين بقى ايه نفلفله عادي جدا. هنبتدي بالرز، ونقول محتاجين كيلو رز مصري، واكيد هناخد منه الكميه اللي تناسبنا، يعني تاخدي منه كوبايه مثلا، كوبايه على الكيلو هايله، يعني كوبايه لكوبايه وربع هايله. قللي من الكيلو برضو، حتى لو هتعملي 3 كوبايات رز بس، كوباية وربع حمريهم. كل ما المتحمر كان أكتر شوية، كل ما بقى ريحة الرز أحلى، وبرضه ما يبقاش قليل كده، يعني حلو إن المتحمر يبقى كتير شوية. عايزين كمان نحط حبهان ورق لورا، تمام. مش عايزين، مفيش أي مشكلة خالص، طول عمرنا بنعمله من غير أي منكهات. أول حاجة هسخن الحلة كويس قوي، هستخدم سمنة وزيت عشان أحمر الرز. ونسخن الحلة، ونسخن كمان المادة الدهنية بتاعتنا كويس جدا. احنا عندنا الرز ده في مصر اساسي جنب اكلات معينة، دايما بقول لكم ايه هي الاكلات فكروني بيها. انا بالنسبة لي كان بيبقى اللوبيا، ممكن الفاصوليا البيضة برضو، وفي اكلة مهمة كفتة الرز. كفتة الرز برضو من الحاجات اللي بحس ان هي جنبها رز حبة وحبة، ده بيبقى خطير بصراحة. مش فاكرة حاجة تانية في الخضار أساسية يعني، كل ما افتكر هقول لكم، بس دول أكتر 3 حاجات متذكرة إن هم أساسيين عندنا على السفرة المصرية. نسخن كده كويس قوي، وبعدين ننزل بكمية محترمة من الرز اللي هنحمره، ونكلم أم خالد. يا أم خالد إزيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، بشكرك على كل الأكلات اللي حضرتك بتعمليها. بشكر حضرتك على ذوقك، أشكرك. شكرا يا فندم، شكرا على وقتك. بس أنا عاوز أسألك على أكلات تخص سيدة عندها الكوليسترول ودهون على الكبد والسكر. أيوة، طيب هجاوب حضرتك حالا. حاضر، من عناي. هي دايما الأكلات اللي بتبقى لناس معينة عندهم مشكلة، مثلا عندهم أي حاجة، سكر، عندهم ضغط، عندهم كوليسترول عالي، عندهم أي مشاكل، خدوا بالكم إن دايما الأمراض المزمنة دي لازم ضروري جدا بنسأل الدكتور ما ناكلش إيه، تمام؟ يعني مش هقول لكم ناكل إيه، ما ناكلش إيه، ده أولا. فاحنا اكيد اكيد بنبتعد عن حاجات كتيره جدا، مرضى السكر بالاخص طبعا، والكوليسترول طبعا طبعا طبعا، بياخدوا بالهم من اكلهم كويس قوي، ما ياكلوش ايه، ده اولا. فما ياكلوش ايه، احنا بنسال الدكتور ايه هي الاكلات اللي ما ناكلهاش، علشان على حسب ايه؟ اولا على حسب حاله حضرتك، ثانيا على حسب نوع الادويه اللي حضرتك بتاخديها او اي حد بياخدها. يعني مثلا مرضى الكوليسترول عندهم ادويه معينه، ومرضى السيوله كمان عندهم ادويه معينه، ما ينفعش ياكلوا معاها لو هم كمان سنهم كبير، ما ينفعش ياكلوا معاها خضروات، الحاجات الخضراء، الجرجير والبقدونس، او ما ياكلوهاش بكثره. فدي مثلا نقطة مهمة جدا الدكتور بيقولها، وده بيبقى على حسب ايه، مش كل مرضى السيولة ومش كل الناس اللي بتاخد دواء السيولة الفلاني، لا ده دواء السيولة الفلاني هو اللي بيتاخد معاه، وما بيتاكلش وما بناكلش معاه الخضروات دي، ما بناكلش معاه الحاجات الخضراء دي، وما بناكلش كذا وكذا وكذا. ف
فعشان كده كل حاله بطبيبها بدكتورها لازم تسمع منه هي ما تاكلش ايه، وبعد كده بعد ما تعرف منه هي ما تاكلش ايه تروح للاكل بقى العادي اللي عندها. في حاجات بتكون مثلا مغذيه جدا زي ايه؟ زي الحاجات اللي فيها اوميجا 3، فتدور على الاوميجا 3 هتكون موجوده في ايه؟ لحالتها، لو هي حالتها دي محتاجه بوتاسيوم، محتاجه اوميجا 3، تدور بقى كل حاله كده هي محتاجه ايه. فعشان كده دايما مفيش كلام عام ينفع شاف يطلع يقوله على اكلات معينه لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى كذا ومرضى كذا. في ثوابت بناخد بالنا من الملح للعالي والوطي بالنسب بتاعتها، بنشرب ايه لايه، بس برضو نو واي حد يعني يطلع كده يشيل المسؤوليه دي ويقدر يتكلم عن امراض معينه واكلات معينه تبقى مفيده ليه او مضره ليه، لان اوقات هتبقى مفيده ليا وعاديه ليا بس مضره لحضرتك، لان وارد نوع الدواء اللي بتاخديه يبقى فيه مشكله. احب بس دايما انبه على النقطه دي، نظرا لان حبايبي الامهات والجدات والناس الكبار الحلوين اللي بيتابعونا برضو ايه ثقتكم على راسي، بس يعني لازم نقول الحق ونقول الصح. يا سارة ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ازيك يا سوسو؟ الحمد لله، انت عاملة ايه جميلة؟ انا كويسة الحمد لله. هاي 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 يا روح قلبي. بحبك جدا واخواتي والله بيحبوك كتير. وانا كمان بحبكوا قوي، وسلميلي على اخواتك قوي قوي. هيسلمك، جميلة جدا في كلامك والله. حبيبتي ربنا يسعدكم ويخليكم ليا، ما تحرمش من حلاوتكم دي ابدا ابدا يا رب. انا كان ليا سؤال بس. نعم؟ كنت عايزة اعرف الكنافة بالمانجا. كنافة بالمانجا؟ حاضر، الحقي بقى المانجا قبل ما تخلص يا سارة. ده المانجا يا دوب فيها، تلاقي تنزلي عند الفكهاني دلوقتي تلاقيها ايه؟ مانجا يعني عيانة كده شوية، الحقيها بسرعة. ايوه هي مانجا عصير، او على فكره مانجا طبيخ، يعني ساعات بنقول عليها مانجا الطبيخ، هي مانجا كده في الاخر بتبقى شويه كده، بس ممكن نعمل بيها عصير حلويات شغاله معانا، بس يعني هي خلاص في اخر ثانيتين ثلاثه. عشان كده قعدت اقول لكم خزنوا خزنوا، اهو اللي ما خزنش بقى دلوقتي فاتوا كتير. والله يا سوسو الكنافه بالمانجا مفيش اسهل منها، انت تحطي على الكنافه بتاعتك كده تكسريها خالص، وبعد ما تكسريها هتبقى في الفريزر يعني تطلعيها تكسريها، حطي عليها سمنه شويه سكر باودر وتدخليها الفرن، يا اما تحمريها على النار بالسمنه دي تحمريها كده، يا اما تدخليها الفرن وكل شويه تقلبيها في الفرن، تقلبيها، بس تاخدي بالك بقى ان انت هتعملي الموضوع ده كتير عشان ما تتحرقش من حته، تغمق من حته، تفتح من حته. المحلات بيعملوا ايه؟ بيقلوها عشان يعني نبقى ايه عارفين ايه اللي بيحصل، عشان تبقى كلها لون واحد كده بتتقلي. فاحنا مش هنعمل كده، يا نحمر على البوتاجاز يا ندخل الفرن ونقلب كل شويه. تمام؟ طلعت من الفرن متحمره وجميله وحلوه كده؟ يبقى هبقى عندي مجهزه المانجا ومجهزه شويه من عصير المانجا البيوريه، يعني مش ضربها بقى بسكر كتير وميه وكده، لا بضرب شويه صغيرين كده بحبه ميه صغيرين في الخلاط. وهعمل كريم شانتيه مضروب، ممكن احط عليه جبنه كريمي اوقات، ممكن تحطي عليه كريمه حلويات مخفوقه، فالاتنين مع بعض، الكريمه بيبقى طعمها فريش شويه كده وليها النكهه بتاعه الفريش مع الكريم شانتيه اللي بيديها تماسك، نضربها بلبن ساقع قوي عشان يبقى عندنا كريم شانتيه طعمه حلو، نحط عليه سنه فانيليا مثلا. تمام؟ نحط عليه من بيوريه المانجا شويه ونضرب كده ونسيب الكلام ده على جنب، وتعملي بقى الرقات بس كده، رق كنافه، رق كريمه، شويه مانجا متقطعين على الكريمه، حبه عصير ومانجا تاني وهكذا، وكنافه تاني وبعدين مانجا وهكذا، تعملي طبقتين ثلاثه كده في كوبايات بتبقى رائعه، او حتى في صينيه يعني تدخل الثلاجه، بس تقعد شويه ساعه ولا ساعتين كده عشان تحن على بعضها وتسقع كلها مع بعض كده، وبالهنا والشفا. عايزه في الاخر خالص تديها المانجا وتقومي حاطه شويه جيلي كده على المانجا من فوق برده مفيش مشكله، بس يعني مفيش داعي، انا بحس ان هي المانجا بقرشه المانجا مع الكريمه احلى حاجه.
يا ام مريم. الو. ايوه. ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا. عامله انت كيف دعاء؟ انا كويسه، اخبارك ايه واخبار مريم ايه؟ كويسه بتسلم عليك. سلمي لي عليها. والله يا شيف دعاء انا من زمان عايزه اكلمك ومش قادره اتوصل لك، ولا انت ولا شيف نونا ولا شيف دعاء اسمادي الاء ولا اي حد فيكم. نورتيني وشرفتيني، انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك النهارده. اهلا وسهلا. الله يخليك يا شيف دعاء. بقول لك يا شيف دعاء، انا مطلوب منك طلبات كده. قولي حبيبتي. عايزاك تعملينا شويه بهارات، اللي هو بهارات السمك وبهارات اللحمه. و وثاني قول. اتلخبطت لما كلمتك. لا على مهلك، احنا ما وراناش حاجه، انا سامعاكي وعلى مهلك، ولا تتلخبطي ولا حاجه. اهي بهارات السمك، بهارات اللحمه، ها وايه كمان؟ بهارات للفراخ مثلا، شاورما. والسبع بهارات. والسبع بهارات، ماشي حلو. واعملي لنا شويه حاجات كده من تبع الافران كده، المخبوزات دي، الحاجات الحلوه دي. حاضر. ده انا ما بعملش في حياتي الا حاجه الفرن، بس نعملها كل شويه. يا سلام من عيني. تسلم معانا. ايه كمان؟ بس ما تحرمناش عاد من الصوت، ما تخليش التليفونات يا شيف دعاء على طول كده مشغوله، انا بكلمك على طول. لا انا هستناكي تحاولي تطلبيني كل يوم زي النهارده كده. شكرا يا ام مريم، نورتيني وشرفتيني يا روح قلبي، والبهارات نعملها لك الاسبوع الجاي. يا سلام. حاضر خلاص، اكتبي عندك بقى ام مريم طلبت اهي بهارات، وعايزين نعمل شويه حاجات من حاجه الفرن. احنا عندنا بهارات ان شاء الله الخميس هنعمل لكم شويه بهارات مختلفه شويه ولذيذه جدا 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 ان شاء الله. حلقه يوم الخميس لسه رغده بتفكرني، ولكن البهارات البيسك الاساسيه زي السبع بهارات، بهارات الفراخ، بهارات اللحمه، خلطه كبسه، خلطه مقلوبه، هعمل لكم حلقه باذن الله الاسبوع اللي جاي بناء على طلب ام مريم. الاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل لك احلى حلقه بهارات. بس كده خلطات بقى خطيره. واستنوا برضو الخلطه بتاعه بهارات الفراخ اللي هنعملها، بهارات تتبيل الفراخ المشويه خطيره يا جماعه، نعملها باذن الله ان شاء الله ان عشنا يعني وكان لينا عمر يوم الخميس. يلا بينا. انا قدامي تكه بسيطه قوي على ان الرز يتحمر، ومش هعرف اعمل حاجه ثانيه الا لما اطمن ان هو بقى لونه كويس. هطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل. ولو انتوا بتحبوا الشعريه غامقه زي حالاتي، ذوقكم كده يعني ذوق. هتبقوا برضو عايزين ان الرزايه اللي بتتحمر توصل لنفس درجه الشعريه اللي انتوا بتحبوها. ليه بقى؟ علشان الرز والشعريه وكل الحاجات اللي بنحمرها زي لسان عصفور كمان بتاخد لون افتح بعد التسويه. فلو انت عايزه تحتفظي باللون اللي هو غامق شويه، مش اسود، غامق بس اصفر كده، لون اي حاجه متحمره بس التحميره بتاعتها واخده لون سنه، يبقى هتعملي زي كده وتسيبيها لحد ما تاخد اللون القريب جدا اللي هوريه لكم دلوقتي، لانه خلاص في الاواخر بياخد اللون بسرعه جدا. اهم ما في الموضوع بقى ان احنا كمان لما ننزل الرز دلوقتي نبتدي نديله تقلبتين ثلاثه كده علشان هو كمان يستوي كويس او يبقى شارب من السمنه ويسخن معانا. يلا هنحطه كله. هننزل بالملح كده 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 ونقلب بسرعه. يلا بينا. وانا عشان كده بقول لكم بحب كميه الرز المتحمر تبقى كتير عشان بعد السوى يبقى برده كتير وتبقى ريحه الرزايه خطيره. حطينا الملح، وزي ما بقول لكم عايزين ورق لورا اهلا وسهلا، عايزين حبهان تمام، مش عايزين خلاص، مش اساسي ابدا. اهم حاجه بقى دلوقتي والاساسي معايا الميه السخنه، وتبعدي عن الحله شويه كده، تبعدي يعني ما تبقيش لازقه في الحله عشان
بتبقى سخنه ازيد من العادي ومن الطبيعي، فبتطرطش، بسم الله الرحمن الرحيم، او بتش بزياده. نفس كميه الميه اللي بنحطها عادي للرز سواء حمرناه او محمرناهوش، ما بتفرقش في كميه الميه خالص، هياخد كميه الميه اللي احنا متعودين عليها. معانا مين؟ يا ام ملك، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبك قوي قوي قوي. ازاي؟ نفسي حضرتك بس تعملي لنا التونه. تونه؟ حاضر. ممكن تبعتي بس اهداء لاولادي؟ طبعا يا ريت، اتفضلي. احمد وعمر وملك ومليكه. احمد وعمر وملك ومليكه، اهلا وسهلا، ربنا يحفظهم ويخليهم لك يا رب. يلا بينا ندخل بقى على اللوبيا. اللوبيا الحلوه المريحه حلوه، اللي هي طعمها شويه مسكر زياده، لما بنحب ننقي حاجه حلوه في البقوليات بنقول دايما البلدي حلوه قوي. واللوبيا البلدي بتبقى لوبيا صغنطوطه كده، بنجيبها بنغسلها بننقعها، ممكن تنقعوها ساعة ساعتين. أنا مش من هواة نقع البقول لفترة طويلة قوي، ليلة كاملة وكده ما بحبش. وده ذوقي يعني، إذا بتحبوا تنقعوا أكتر من ساعة أو من ساعتين براحتكم طبعا، بس أنا ساعة ساعتين بتكفي جدا معايا. وبعدين باخدها أسلقها لمدة نص ساعة، وبعد كده بصفيها من المية دي وما بستخدمش المية بتاعتها خالص خالص، وببتدي أشتغل فيها، وبتبقى ده شكلها اللوبيا الصغنطوطة البلدي. مفيش بصراحة في حلاوتها يعني، ولا في جمالها وفي ريحتها وهي بتستوي. النص ساعة كافية جدا علشان تكمل تسويتها مع الصلصة وتتسبك وتتشرب، وما تبقاش حاجة مسلوقة في صلصة متسبكة. يعني اوقات لما بنزود شويه وقت السلق وبتستوي زياده قوي، وباجي احطها في الاخر تاخد غلوه مع الصوص، ما بحسش ان الطعم فيه هارموني كده ما بين الصلصه والتسبيكه، احبها تكمل سواها في الصوص. وبرده اللحمه هتكون تقريبا 3 ارباع سلقه، يعني فيها ربع سلقه. لو انتوا بتحبوا اللحمه تبقى دايبه زي حالاتي كده، بتديها 3 ارباع سلقه. انتوا كده كده اللحمه ما بتحبوهاش دايبه ولا مهريه، يبقى هتديها نص سلقه وتكمل لحد السوى المطلوب والمظبوط على ذوقك في الصوص. يلا بينا هنحط الحله على النار، وهحط السمنه وهقول لكم دلوقتي هشتغل بايه، او ايه مقدارنا يعني، مقادير اللوبيا هتنزل حالا. عايزين ايه؟ عايزين نص كيلو لوبيا بعين سودا، هنقول انها نص سلقه او 3 ارباع سلقه على حسب الذوق، بصلتين مفرومين او بصله واحده على حسب حجم البصلايه، معلقه كبيره من الثوم المفروم لو بتحبوا تحطوا فيها ثوم، في ناس ما تحبش عادي. عندنا نص كوب من الكزبره المفرومه الخضراء، وده اختياري لو تحبوا تعملوا لها طشه، والاصليه واللي احنا متعودين عليها ما فيهاش الطشه دي خالص. لو عايزين كمان تحطوا مع الكزبره المفرومه دي كزبره ناشفه بتبقى لذيذه قوي. كوبايتين من عصير الطماطم، شوربه اللحمه سلقنا طبعا اللحمه، مكعب مرقه، معلقتين صلصه، معلقه كبيره من السكر، كزبره جافه وملح وفلفل اسود. يلا بينا هناخد البصل هنا بيدي تسكيره حلوه، عشان كده قلت بصلتين، لو بصلتين صغيرين او متوسطين، فبحب البصل يكون مبشور مش متخرط لكن موجود معايا في الطبخه، بيبقى طعمه حلو جدا وبيدي الصوص نكهه جميله جدا. اللحمه عندي مسلوقه، استخدم انهي نوع لحمه على حسب الذوق اكيد، دايما لحمه الخضار بنقعد نفكر هي ايه لحمه الخضار الحلوه للخضار. ممكن تبقى كولاطه لو احنا ما بنحبش خالص اي حاجه، ولا مثلا جيلاتين ولا اي دهون، ولا اللحمه تبقى ملبسه، هاخدها من الكولاطه. هناخد من وش الفخده، هناخد من السن، قطعيه السن لو احنا بنحبها ملبسه فيها دهون مش التلبيسه الثانيه بتاعه الموزه. الموزه لو احنا بنحب الجيلاتين ممكن كمان من قشره اللوح،
ناخدها لو احنا بنحب الجيلاتين بس قليله وحته لحمه ناعمه جدا جدا جدا، كل ده تمام. اللي هي قطعيه كباب الحله، وقطعيه كباب الحله بيقطعها لك الجزار على حسب ذوقك، مش هو اللي هيفرض عليك. يعني انت فكري بتحبي ايه، بتحبوا اللحمه شكلها ايه، ايه هي مقاييس حته اللحمه اللي بتحبيها في الخضار، وهو يقطعها لك. ما تسيبيش نفسك لانك تقولي اخد ايه للخضار، مش دايما بيبقى رايه احسن حاجه. يعني طبعا يعني راي كل الجزارين على عيني وعلى راسي والله، وكل واحد بيفهم في شغلته وكل حاجه، لكن انا ساعات بستغرب من انه هو ذوقه ما بيبقاش مظبوط معانا. يعني هو بيبقى ليه وجهه نظر تانية، نظرا لان هو عايز يخلص حته لحمه معينه، عايز يفرم حته لحمه معينه، شغله. لكن انت تبقي عارفه انت على حسب ذوقك ايه. انا بحب اللحمه ملبسه فيها جيلاتين، لا العيال ما بياكلوش ملبس، لا بيحبوها حمرا خالص. طب قطع لي من الحته الفلانيه، اوقات المتقطع قدامه ده بيبقى من كل لون ومن كل حاجه على كل حاجه، لا قطع لي حته على بعضها نص كيلو. على فكره دلوقتي حتى بقيت تقول له، يعني وانت واقفه تقولي له 6 قطع، اصغر شويه، راس عصفوره، 4 قطع، على حسب، مش بالكيلو، قولي له بالعدد القطع، مش ما فيهاش حاجه، ولا يهزك ولا تتكسفي ولا اي حاجه خالص. قولي له على عدد اللي انت عايزاه، ادخلي خدي 6 قطع لحمه عادي على قد طبختك. يا ام محمد ازيك؟ السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ايه يا شيف دعاء، احنا على التليفون من بدري. اسفه والله حبيبتي، معرفش، انا محدش قال لي، انا بطبخ هنا. انا اسفه. ماشي يا حبيبتي، انا بحب حضرتك قوي والله. وانا كمان يا حبيبتي. ما شاء الله انت بتعمليه. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي، تسلمي. بقول لي حضرتك يا شيف دعاء، قولي لي يا حبيبتي. انا عندي اجنحه فراخ، عايزه اعملها زي تسجيل الفراخ، عايزه اعملها فراخ مشويه يعني. حلوة جميلة دي، بتبقى جميلة قوي، ده احنا عملنا كتير قوي الأجنحة المشوية دي. هقول لك على تتبيلة حلوة وتعمليها في الفرن يعني. حاضر. بس معلش هقفل لما حضرتك وتقولي لي عشان أنا جايبيها. حاضر يا حبيبتي، من عناي. تعالوا نحط اللحمة كده، وإيه تاخد لها تقلبتين تلاتة كده مع البصلاية، وده أساسي. ها كده، لو أنت بتسبكي طبعا بتعملي نفس الحاجة كده، بتحطي اللحمة مع البصل لحد ما اللحمة تغير لونها. يعني لو هتحطي لحمة فريش مش مسلوقة، بتحطي اللحمة مع البصل بعد ما البصلية تصفر لحد ما اللحمة تغير لونها خالص وتبقى اتحمرت مع البصل. وهي بتتحمر بنحط لها ملح وفلفل. لما بتقفلي مسامات اللحمة الفريش وبتتقلب كويس، بتستوي صح وبتفضل طرية وجميلة من جوه. ما انا عارفه. نسيب اللحمه تبقى ايه، تاخد تقليبتها كده براحتها، وتعالوا نقول الاجنحه ممكن نعملها ازاي. انا عملت كميه اجنحه رهيبه رهيبه، عملتها في صينيه بطاطس، وعملتها مشويه، وعملتها بصوصات، وعملتها بصوصات مثلا اسيويه. اجنحه الفراخ من الحاجات اللي ممكن تدخل في اكلات كتيره جدا، ومن ضمنها صينيه بطاطس بالاجنحه، بتبقى تحفه. بس خلينا مثلا لو انت عايزاها تعمليها مشويه عاديه خالص، هنشويها كانك بتعملي فراخ مشويه، يبقى هتحطي ميه البصل على فصين ثوم على عصره ليمون على ممكن حبة مستردة صغيرين لو عندك، على خل ايا كان بقى، خل عادي، خل تفاح، عصير، عندك شوية عصير تفاح حطيهم، عندك بدل عصير التفاح حبة عسل، تمام، معلقة سكر، تمام. كل ده احنا بنتبل الزبادي اوكي مع مية البصل والثوم، وبعدين هتحطي ملح وفلفل وشوية وممكن رشة جوزة الطيب، وايه كمان، وبابريكا عشان تدي لون حلو قوي، بلاش معلقه الصلصه، الصلصه بتحروق، هنحط بابريكا. ما عندكيش بابريكا يبقى الصلصه بس ما تكتريش، نص معلقه من الصلصه، وملح وفلفل وشويه بهارات فراخ وشويه زعتر بس كده. وسيبي بقى الكلام ده كده منقوع في اجنحه الفراخ يعني ساعتين ثلاثه اقل حاجه، او يعني ساعتين مثلا، ولو من قبل بليله هتبقى تحفه. وبعدين تشريها تصفيها وتدخليها الفرن كده مفروده، والفرن يبقى سخن قوي، هتطلع خطيره. يا ام حنان ازيك؟
قلبي يا شيخ دعاء، انا بحبك جدا والله، بحب كل وصفاتك. وانا كمان يا حبيبتي بحبك جدا. حضرتك منوره الشاشه ومنوره الدنيا كلها والله. ده نورك، ده نورك، تسلمي يا والله رب. والله اليوم اللي مش بلاقيكي فيه مباشر والله ببقى زعلانه جدا والله العظيم. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي ليا. شكرا يا رب ما تغيبي ابدا يا حبيبتي. تسلمي يا رب. تفضلي منوره الدنيا ومنوره الشاشه ومنوره بيوتنا ومنوره حياتنا كلها. ما تحرمش منكم كلامكم الحلو. شكرا. انا بحب كل وصفاتك قوي يا شيخ دعاء والله. تسلم يا روح قلبي. شكرا. انا نفسي بس والنبي يا شيخ دعاء، انا عندي وراك فراخ، نفسي اعملهم بطريقه حلوه سهله كده من حضرتك. عايز اعملهم صينيه بطريقه سهله من حضرتك. وراك مخليه ولا وراك بالعظم؟ لا وراك فراخ، وراك بالعظم. هتعمليها بالبطاطس ولا هتعمليها لوحدها؟ عايزه اعملها لوحدها يعني في صينيه كده، فعايزه طريقه سهله كده من حضرتك يا قلبي. حاضر يا حبيبتي حاضر. انا حطيت الصلصه وقلبتها تاخد كده تقليبة على السخن كده، وبعدين هنزل بعصير الطماطم. اوكي بالشكل ده كده، وبعدين هنزل بشوربة اللحمة المسلوقة. يلا بينا. كده اهو. وعندنا بقى السكر، معلقه السكر، وعندنا اللوبيا. كله خلاص بقى، كله على بعضه كده تمام. نسيب بقى كله ايه على بعضه كده على النار، ونشوف المرقه فين عشان نحطها برده دلوقتي. ونحط الثوم، والثوم على البارد يعني، انا بخرط الثوم كده واقوم حاطاه كده على البارد. لو انت عايزه تاخديه مع البصلايه تمام، مفيش اي مشكله. وبس كده هنسيب بقى الكلام ده لحد ما يتسبك وكل الكلام ده يستوي كده مع بعضه. بياخد قد ايه مثلا؟ تاخد بقى نص ساعه، تاخد ساعه الا ربع براحتها بقى، على نار متوسطه مش عاليه قوي، على نار متوسطه. ما تبخريش الصوص وتبوظي كل الحاجات اللي احنا عملناها، على الهادي كده خالص لحد ما تبقى زي الفل. فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل. اللوبيا على النار تاخد وقتها بقى براحتها، والرز ريحته مفحفحه. تيجوا نفتح عليه؟ تيجوا نبوظ رز؟ هي دي هو بقى ايه شويه السسبنس اللي الرز يا جماعه بيعملهم. يا خبر ابيض يا ولاد، ما هذا الجمال، ما شاء الله، الله اكبر، حاجه اخر لذاذه بجد يعني. اهو اهو رز مفلفل حبه وحبه اصلي، ما حدش يقول لي بقى في احلى من كده في الحياه. الشتاء بقى كمان، ودخلت الشتاء والمدارس، والرز والخضار بيبقى ليهم معنى مختلف في حياتنا، يعني بنبقى حاسين بطعم الحاجه اكتر بصراحه. الاكل جميل في الشتاء كده. تمام جدا، انا قفلت على الرز. الرز كده شكرا قوي، بيكمل بقى هو مع السخونيه وعلى العين وكل حاجه، بس وانا قافله ما فيش اي حاجه حصلت في اللوبيا خالص، عشان العين متاثره شويه مش عارف. اتمنى من كل قلبي انها تشتغل عشان نعمل دلوقتي البتنجان. لا لا يعني هديها فرصه، فرصه اخيره. يلا عندنا بتنجان مخلل هنعمله، بس مش بالبتنجان العروس، هنعمله بالبتنجان الرومي. اوقات كتيرة قوي بيبقى عندنا بتنجان رومي في البيت، وبنبقى عايزين ندخله في مخلل مش مسقعة، فلذيذ قوي لو انت عاملة خضار الصنف ده حلو قوي ومعاه بصل. فهو بيبقى ايه دايما، احنا في مصر لما بنيجي ناكل خضار ورز اوقات، يعني مش عارفة اذا كل الناس ولا لأ، بس بيوت مصريه كتير كان بيبقى فيه بصلايه، عارفين دشه البصله دي اللي هي دشنا بصلايه، هي دي. بس مش بندشها يعني، مش بنعملها كده، بنقطع بصل في خل وبيبقى جنب الاكل المصري على السفره او الصينيه بتاعه الغداء او العشاء. لو عندنا خضار ورز كان دايما من المقبلات والمشهيات هو البصل، وفي تركيا كده على فكره، في تركيا برضو احنا وهم يعني جنب الاكل ان يبقى فيه بصلايه، دي حاجه مهمه قوي. فالطبق ده
او الصنف ده من المخلل او المقبلات اللي ممكن يتعمل جنب خضار ورز، هو ميكس ما بين طعم البتنجانه المخلله الحلوه اللي فيها توم وخل وكده، والبصلايه الحلوه اللي قاعده في خل كده وطعمها جميل وفيها برضو ايه توليفه وتتبيله حلوه جدا. على النار بسخن شويه زيت عشان هحمر الكلام ده. تقدروا تشوه على فكره لو عايزين، تقدروا برضو تقلوه لو حابين. انا شايفه ان التشويح مديله طعم مميز، لا هو مقلي ولا هو مسلوق ولا هو مشوي. بتنجان او سلطه البتنجان بالبصل عباره عن بتنجان رومي مكعبات، بصلتين جوليان، يستحسن يبقى بصل احمر، عايزين معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من الفلفل الاخضر الحراق، وعصير ليمون وكمون وملح، عايزين نحط شويه كزبره تمام، عايزين نحط شويه سماء تمام. انا هحط السماء لسبب ان انا كان نفسي البصل ده يبقى احمر، وعشان ما لقيتش بصل احمر فقلت انا ايه اديله اللون اللي انا عايزاه، فهعمل كده، هحط له كده ايه تاتش من السماء يديله درجه اللون اللي انا حباها، وفي نفس الوقت بيضيع ريحه البصل على فكره. ولو عايزين تضيعوا ريحه البصل تقوموا رشين السكر كده عليه، السكر كده يترش على البصل يسحب الريحه على طول. تعالوا ننزل بالبتنجان عشان نشوحه، بس لازم ينزل في طاسه سخنه بزياده يعني عشان بياخد وقته وبراحته. عندنا فلفل رومي يا رغده، فلفل رومي الوان او حتى اخضر، شوف لنا كده مكعبات، مكعبات اذا متاح يعني. معانا تليفون صح؟ الو دينا. ازيك شيف دعاء؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ تسلم ايديك على الحاجات الجميلة. شكرا يا دندن، تسلمي حبيبتي. عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله بخير. الحمد لله. ممكن سؤال؟ اؤمري. عايزة طريقة الكيكة. الكيكة العادية. طيب استنينا هنعمل كيكة. هقول لك مقادير الكيكة واحنا شغالين في الكيكة اللي جاية دي على طول. حاضر. مقادير كيكة بسيطة وسهلة جدا وعادية ونقدر نعملها عادي جدا، والاسبوع الجاي هعمل لكم كيكة كل يوم. بما اننا دخلنا خلاص على التفاصيل بتاعتنا بتاعت المدارس والكيك وان الكيك مهم وكده، احنا كنا دايما، انا متعوده دايما ده المنيو بتاعنا على فكره اللي بنقدمه دايما، يعني كل اسبوع عندنا خضار رز كيكه، يعني يوم تقليدي عادي من غير اي افتكاسات. فان شاء الله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي برضو نعمل كيكه كل يوم جنب خضار ورز حلو كده موجود في السوق، وتبقى حلقة لذيذة لكل الناس اللي عايزين كيكة عادية. نعمل كيكة اسمها كيكة كل يوم، سهلة قوي ومضمونة بإذن الله، ونتكلم على كل تفاصيلها. أنا هنا بقى باخد وقت شوية عشان أقدر أشوح البتنجان وياخد وقته. تعالوا نعمل الدريسنج بتاع الكلام ده كده على جنب. يلا بينا نلبس الجلوفز ونحط بس كل الحاجات كده على بعضها. ويا ريت يا ريت تعملوه من بدري علشان البتنجان يبرد شويه ويبقى متقبل الدريسنج، يعني ما بنحطش الدريسنج عليه وهو سخن قوي، يدفى كده وبعدين نحط الدريسنج عليه. يلا بينا. اديله بس تقليبه كده لانه طبعا بيشرب الزيت جدا. اللوبيا بتغلي الحمد لله. يا ام جرجس. ايوه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه انت؟ بحبك. وحشتيني من امبارح. انا وانت وحشاني خالص خالص. اهلا وسهلا. ربنا يخليكي وخلي الطعم اللي عندك كله يا رب ويحافظ عليكوا. شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا. أنا عايزه الكيكه من غير بيض. الكيكه ايه؟ اللي من غير بيض. من غير بيض. حاضر يا حبيبتي. كيكه شوكولاته؟ اعمل اهداء. طبعا. ربنا يا رب يخلي لي مينا
وخلي لي بناتي الاربعه واولادهم يا رب ورجالتهم ويبقى اسعد حال واروق بال. امين يا رب. امين يا حبيبتي ان شاء الله. ربنا يحفظ لك ولادك وجوازتهم ويحفظهم كلهم ويخليهم لك يا حبيبتي. يلا بينا. اوكي شكرا. يلا بينا. اهو ابتدى برضو البتنجان يتحرك شويه، العين اشتغلت، بياخد وقته بقى في التشويح براحته. بعدين هحط له الفلفل برضو عشان اشوحه، يعني عايزه ادي الفلفل تشويحه مع البتنجان. بس انا ما صدقت بصراحه ان البتنجان يبتدي يتحرك، مش هنزل له حاجه ساقعه عشان يهدى. معانا مين؟ يا ام لولو. ايه يا شيف دعاء، عامله ايه؟ ازيك؟ هاي هاي يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ عامله ايه اخبارك؟ انا كويسه الحمد لله. ممكن اعمل اهداء؟ يلا بينا. انا عيد ميلاد جوزي بعد 13 يوم، احب اقول له ان انا بحبك قوي 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 وربنا يخليك لينا وكل سنه وانت طيب وعقبال يا رب يا رب يا رب 100 سنه. يا رب يا حبيبتي ربنا يخليكم لبعض كل سنه وهو طيب. اللهم امين. بس هنستناكي بقى كمان 13 يوم تكلمين، تكلمتيه بدري قوي. ماشي حاضر. ماشي يلا بينا. قلت له كل سنه وانت طيب بدري، يعني كده بتحكي عليه، لازم تكلميه يومها بقى ان شاء الله. يلا ايه او قبلها بيوم. ايوه تعالوا بقى ايه ننزل كده البصل. بصوا بقى حولت البصل الابيض لبصل احمر ازاي، ولا سحر ولا شعوذه اهو. مفيش بصل احمر، نتصرف. انا كنت عايزاه بصل احمر، هعمل ايه؟ هو ده اللي قدامي اهو. ايه رايك؟ البصلايه هنحط عليها الملح كده، نحط عليها الكمون والثوم كده اهو، وادي الفلفل الحراق وعصير الليمون وريحه اللوبيا ظهرت فاينلي. اخيرا يا جماعه ريحه اللوبيا ظهرت، وريحه البيت بقى، عارفين ريحه البيت اللي هي الرز هو هي ريحه الغدا ده. حبه خل وادي الدريسنج بتاعنا جاهز. دي بقى تتبيله تحفه، كمون مش كتير على فكره، لو اخدتوا بالكم رشه الكمون مش كتير قوي عشان ما ترشوش بهارات بزياده كده. وبعدين نبص بصه كده على البتنجان نشوف ايه الاخبار، ابتدى بقى يلون وياخد لون حلو كده وبقى جميل. على فكره هو مهم ان هو كمان ما يبقاش دبلان خالص، انا عايزاه برده فيه قرشه بس مستوي، يعني يبقى مستوي سوا حلو كده بالتشويح وفي قرشه حلوه وجميله. فعشان كده ايه بقول لكم ممكن تسووه كده او في الفرن مفيش مشكله. تعالوا نبص هنا الاخبار، اخبار اللوبيا ايه؟ تمام زي الفل، مش عايزين منها الا انها تبقى بتغلي كده لحد ما تتسبك مع نفسها. تيجوا نطلع فاصل. يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش اي حته. رجعنا من الفاصل والبتنجان ابتدى ياخد لون لذيذ، انا طبعا نقلته على العين العاليه وحطيت له شويه زيت زياده علشان برضو ايه تبقوا عارفين انا عملت ايه. هو بيشرب الزيت طبعا بسرعه، فقمت رشله كده رشه زيت وعليت عليه النار ولسه بشوح فيه. لحد امتى؟ لحد اما تدوسي عليه يبقى مستوي وقلبه مستوي تمام، ما يبقاش في حته ايه لسه محجره كده او ناشفه شويه. فاحنا هندبله لحد ما يستوي، ولما يستوي واحس ان هو تمام هقوم حط عليه الفلفل. اوكي اي نوع فلفل بقى، فلفل رومي اي حاجه، المهم ان هو الفلفل الرومي ده بيبقى طعمه حلو قوي. انا برضو بكسب وقت معاكم علشان تبقوا عارفين السلطه ممكن تبقى
ايه اللي بنعمله عشان ما ننساش لما ندخل في مقادير الكيكه، ما ننساش احطه علشان ياخدوا من ريحه بعض، وهكذا وهكذا. وتفضلي بقى ايه واقفه كده وتقلبي تقلبي لحد ما كله يبقى تمام وبقى زي الفل. واحنا اوريدي عاملين التتبيله، فالتتبيله قاعده هنا، هي قاعده مستنيانا نخلص يهدى نقوم حاطين ده على ده، وبالهنا والشفا بقى ايه جنب الرز كده والخضار، تحفه. الكيك بقى اللي عندنا دلوقتي كيكه خطيره، يلا بينا. كيكه السينمون، السينمون كيكه السينابون هم كاتبينها، بس هي كيكه السينمون يعني كيكه القرفه. اوكي، عايزين كوب ونص من الدقيق، اتنين بيضه، نص كوبايه سكر، ربع كوب زيت، ربع كوب زبده، تلات ارباع كوب من الحليب، معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، وهقولها تاني، كوب ونص دقيق، اتنين بيضه، نص كوب من السكر، ربع كوب من الزيت، ربع كوب زبده، تلات ارباع كوب حليب، معلقه صغيره فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر. هنحط في الحشوه خليط الكيك ده اللي انا هعمله دلوقتي، هاخد منه شويه وهحط عليها معلقتين من السكر البني، لو مش موجود خلاص شيلوه من الوصفه، او اعملوا انتوا سكر بني مع سكر عادي محطوط عليه عسل اسود، معلقه كبيره من القرفه، اربع معالق كبار من الحليب، معلقتين كبار من الزبده، ومعلقه كبيره كاكاو خام. وللتزيين ممكن تزينه وممكن لا، ممكن تحطوا صوص كراميل وممكن خلاص تسيبوها كده من غير تزيين. صوص كراميل بقى عليه شويه مكسرات سوداني عين جمل اللي متاح او موجود. في الخلاط هنحط مقادير الكيك بتاعتنا زي ما احنا متعودين. هقلب البتنجان اللي ابتدى صوته يبقى عالي عشان اطمن ان الدنيا ماشيه تمام، وانا سايباه على النار عادي. واقلب كمان تقليبه كده عشان كل شويه بتحتاج تقليبه. يلا بينا. هنحط كل مقادير الكيك على بعضها في الخلاط، السكر، الزبدة والزيت، ممكن يبقى زيت بس او زبدة بس، بس انا هرجح لك انه هو يبقى زيت على زبدة او زيت بس، زبدة بس لا تقيلة قوي. حاضر، زيت، بيض، فانيليا، لبن، وايوه اضربي كله مع بعضه، والدقيق والبيكنج باودر، يلا كله كله على بعضه من غير ما تضربي حاجه، مفيش حاجه لوحدها. نفتح وبس، نقلب كده عشان اللي في الجناب ونقفل تاني. لو في حاجه في الجنب انت عارفه ان في حاجه من تحت، تقلبي كده كويس، تديها ضربتين كمان. بس خلاص، يلا بينا. يا ام ياسين ازيك؟ اهلا وسهلا. هاي 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 هاي، عامله ايه؟ ازيك يا احلى شفاعه في الدنيا؟ انت ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. بخير والله يا روحي، اهلا وسهلا. وحشاني كتير ومبسوطه جدا ان انا بكلمك لاول مره على الهواء. يا حبيبتي منوره الدنيا والله، مشرفاني. ده ياسين بقى ولا مين؟ ده ياسين. سلمي لي عليه.
حبيبتي ربنا يخليك، انت بجد من الشيخات المحترمه كده والشخصيات الجميله. تسلمي يا حبيبتي وتسلم عيونك. مريحه جدا والواحد يحس كده ان هو يحس بيها ان هو بيتفرج عليك ويشوفك. والله شكرا، انتوا اللي قعدتكم حلوه بس كده. ربنا يخليك. شكرا. ممكن نشوف بعد اذنك لو يعني ينفع تكلمي بعد الهوا؟ ممكن تسيبي رقم تليفونك؟ ماشي. شكرا يا ام ياسين. يلا بينا. تعالوا بقى نعمل خلطة السينمون رولز اللي احنا بنحبها، اللي هي السكر البني. وزي ما اتفقنا لو ما عندناش سكر بني هنستخدم سكر ابيض عادي، وممكن نحط على السكر الابيض ده معلقة عسل اسود فبقى خلاص سكر بني، او استخدم سكر ابيض عادي من غير اي تفاصيل واحط عليه القرفة كده، واحط عليه الكاكاو كده اهو، وبعدين هحط شوية لبن بالشكل ده، واحط كمان زبدة بالشكل ده كده كده كده، اعمل عجينة كده. اوكي، اول ما عملنا العجينة دي بالشكل ده هنشوف العجينة دي هتبقى عاملة ازاي دلوقتي لما نحط عليها شوية من خليط الكيك. مش عايزين كتير، انا عايزة القوام اللي احنا شايفينه ده بس كده. دي الخلطة اللي هتبقى في النص ما بين الكيك. اي قالب؟ اي قالب، القالب اللي انت عاوزاه. طبعا بنحط الاول خليط الكيك بتاعنا العادي، وبعدين نحط الكمية بتاعتنا كده. حالا حاضر. بالشكل ده حطيت في النص خلطة القرفة، وبعدين بنزل ببقية الخلطة بتاعت الكيك بالشكل ده. وبقى بس مطمنة. ممكن نعملها طبقات؟ ممكن كذا طبقة. طبعا ممكن تضعفي الكمية وتعملي صينية كبيرة، براحتك خالص. بس كده، وكده بتبقى الكيك جاهزة انها تتفضل وتدخل على فرن درجة حرارته 180. هتقعد من 35 دقيقة ل 45 دقيقة على حسب فرنك، بس خلينا متفقين ان من اول 30 دقيقة انا ببص على الفرن على الرف اللي في النص. زي ما احنا شايفين ضروري جدا الكيك تدخل على الرف اللي في النص، والفرن شغال من تحت فقط، مفيش حاجة اسمها فوق وتحت وشغلت الشوايه وفرني ضعيف وكل الكلام ده. معانا مين؟ يا ام صالح اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. انا كلمتك امبارح قلت لي حلقه ايوه انا كده فاكره طبعا. اهلا وسهلا، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا عايزه اخد رايك في حاجه. قولي حبيبتي. هو انا رحت للدكتور النهارده. الف سلامه. عندي كانسر وكده. ايه؟ عندي كانسر يعني وكده. حبيبتي الف سلامة عليكي. فأنا مش عارفة أقول لجوزي ولا أعمل إيه. طب أنتِ قولي طبعًا. ليه ما تقوليش يا ماما؟ ليه ما تقوليش يا روح قلبي؟ ليه مش هتقولي؟ وعندي أنتِ خايفة يعني؟ خايفة عليه. وخايفة على ابني. هو الكانسر إيه؟ ثدي؟ كانسر في الثدي؟ مخ. طب انت عارفه ان الحاجات دي كلها دلوقتي بقى فيها علاج، وبقت بنشوف وبنعرف ايه، وانت طلعتي تحاليل وخدتي عينه وعملتي حاجات دي ولا ايه؟ عملت الاشعه لسه، عارفه النهارده. طب حبيبتي الحاجات بتبتدي، الحاجات دي مخصوص كده، الحاجات دي بتبدا كبيره قوي قوي قوي، وان شاء الله طب بعد كده تبتدي تصغر. الموضوع بيبان كبير قوي وبعدين يبتدي يصغر. اولا طبعا لا يا حبيبتي ربنا يخليهولك وربنا يحفظك. لا يا روح قلبي ما تخافيش، خير باذن الله، واللي يجي من عند ربنا خير. قولي لجوزك وقولي لحد قريب منك. طبعا انت هتخبي ليه؟ انت محتاجة ناس حواليك يا حبيبتي. ما تعيطيش يا ام صالح، ما تعيطيش يا روح قلبي، ان شاء الله تبقي زي الفل وهدي نفسك. طب احنا كلنا هندعي لك، بس ممكن علشان خاطري تفهمي ان نفسيتك مهمة قوي. ممكن تعرفي؟ انا حاسة بيك يا حبيبتي، انا حاسة بيك.
ولسه صغير سنتين. ربنا يخليكي ليه يا حبيبتي، ممكن تطلع حاجه بسيطه، ممكن الموضوع يبقى بسيط، انت بس خلي عشمك في ربنا يعني كبير قوي قوي قوي، احنا بنطلب من ربنا اللي احنا عايزينه. انا نفسي، انا بطلب من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بليز لو سمحتوا، لو سمحتوا كلكم تدعوا لها من فضلكم، دعوه بظهر الغيب كده. احنا كلنا بندعي لك وهندعي لك، وانت هتبقي زي الفل وجمدي، نفسيتك مهمه، وباذن الله باذن الله تفرحي بابنك وتبقي مبسوطه بيه، وهدي نفسك. ايوه انا عارفه احساسك دلوقتي، وعارفه انه اكيد صعب قوي والاحساس قوي جدا، ويعني ايه ما تقوليش لجوزك، انت لازم تقولي للي حواليكي عشان يقفوا جنبك ويروحوا معاكي مشاويرك، وتشوفي هتعملي ايه، وجربي دكتور تاني وتالت ورابع لحد ما توصلي لانه التشخيص صح والدنيا تمام، وتبصي ايه الخطوه اللي بتتعمل بعد كده، وتهدي نفسك. النهارده انت خدي حقك، عيطي وزعلي وخافي وكل حاجه، بس بكره الصبح لازم تشوفي هتعملي ايه، بكره الصبح تاخدي قرار في انك هتشوفي هتعملي ايه. وربنا كريم قوي قوي قوي، وربنا يطمنا عليكي، وباذن الله تكلميني تبقي بتتحكي وبتقولي لي خبر حلو، هو ايه انا مش عارفه، بس ان شاء الله ان شاء الله اسمع منك خبر حلو. يلا بينا عشان وقت حلقتنا بيجري. البتنجان كده انا كده تمام جدا جدا يعني، خلاص مش عايزه اكتر من كده. وزي ما احنا واخدين بالنا الفلفل ما دبلش، خليه بقى كده يبرد شويه او يهدى شويه عشان مش عايزه احطه على البصل وهو سخن، على ما نغرف الرز. واوريكم برضو الكيك، انت هتبرديه شويتين مش شويه واحده. نغرف الرز، في حاجة؟ يلا يلا بينا. بصوا ما شاء الله رز خطير، اتمنى ان اللوبيا تبقى كمان اتسبكت ووصلت للسوى اللي انا عايزاه، ولو اني عارفه ان هي هتحتاج كانت وقت اطول من كده طبعا، بس ده عادي. وعايزه اوريكم الكيك ونحط عليها الكراميل، عشان اذا ناويين تحطوا كراميل برضو بيبقى حلو قوي. شوية رز بقى رهيب. مضطرة استخدم الحلة كلها عشان تنزلي الرز كل مرة واحدة، عشان احنا كده ايه مش هنخلص. بسم الله ما شاء الله، ده الرز اللي عملناه مع بعض على الهوا، رز حبة وحبة زي الفل. يلا بينا. يلا نبص على اللوبيا بصة يعني، محتاجة لسه غلوة كمان، وانا مش عايزة تزودوا صلصه لما تحسوا ان الحاجه مش متسبكه، سيبوها تتسبك براحتها، هي المفروض تاخد ساعه الا ربع، فهي مثلا قولوا احنا عاملينها من نص ساعه باقي لها لسه ربع ساعه. تعالوا نقدم الكيك ونبص عليها كده ونفتحها برده. طبعا مش دي الكيك اللي احنا عملناها، دي نسخه. يلا بينا. لما الكيك بتبرد وبنفتحها بتبقى كده، بتبقى عامله زي الماربل كيك، بس هي مش ماربل كيك، مفيش شوكولاته فيها، هي ريحه القرفه فيها هي اللي قويه قوي. حاضر. طبعا انا بالنسبه لي
لو هاكل كيك زي دي مش هحط عليها كراميل، ولكن احنا هنا بنرضي جميع الاذواق، وفي نفس الوقت بحب اديكم الطريقه كامله. بالنسبه لي انا لا مش هحط كراميل خالص، يعني هتتاكل كده مع كوبايه شاي حلوه فهيبقى تمام، لكن كراميل مش ذوقي، ولكن هو اذواق ناس ثانيه كتيره، فخلينا ايه نحط لها كده شويه كراميل لذيذ لو بتحبوا التزيين وبتحبوا الكراميل والحركات. يلا بينا، على حسب بقى انتوا عايزين تزينوا بايه، سوداني، عين جمل، براحتكم. برضو بالنسبه لي الكيكه من غير اي حاجه احلى ولا اي حاجه خالص. يلا بينا. هنا هنحط البتنجان على الخلطه بقى بتاعه البصل. اعتقد انها ممكن تبقى محتاجه تاتش ملح بسيط قوي كده، بسيط قوي، وخلليه بقى في خلطه البصل اللي انت شايفاها دي. اوكي كده سيبيه بقى حوالي ساعة يسقع في التلاجة ولك أن تتخيلي. وده كده يبقى مخلل جنب الخضار بيتاكل بالمعلقة طعمه تحفة. سلطة البتنجان بالبصل الرهيبة. يلا نشيل نحط جنب الرز، نغرف اللوبيا بقى. بس ايه، هستناكم انتوا تسبكوها طبعا اكتر بكتير، تدوها تسبيكه حلوه كده وتاخد وقتها في التسبيك، وما تستعجلوش عليها، انتوا ما وراكوش حاجه. يلا بينا. بس ريحتها جباره. يلا بتتسبك، وبنعرف انها اتسبكت لما الزيت بيبقى فوق الوش كده، بيبقى حلو قوي. هي الصوص بتاعها خفيف ولذيذة وكل حاجة، لكن كانت محتاجة سنة الصوص بتاعها يتقل شوية. بالهنا والشفا، أكلة جميلة جدا جدا جدا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، يا رب تكونوا انبسطتوا بيها. النهاردة عملنا لوبيا وعملنا رز حبة وحبة. لا أنا ما عملتش الطشة عشان البيسك والأساسية ما فيهاش طشة. اللي عايز بقى يعمل لها طشة تومة بكزبرة، بكزبرة خضراء كمان بتدي طعم حلو قوي، بس أنا اخترت بصراحة أن أنا اشيل الطشه عشان تعملوها زي الاصليه ما احنا متعودين عليها. انا كده حاطه صح ولا المفروض ايه؟ صح كده كده ماشي ان شاء الله، يعني مش عارفه، حاسه اني مش متاكده. تمام، خلصت حلقتنا، والحلقه كانت حلوه قوي قوي قوي. إن شاء الله نشوفكم بكرة على الهوا على خير. يلا باي باي.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.